أطلقت الصين أول عقودها الآجلة للنفط الخام في بورصة شنغهاي الدولية للطاقة. هذا هو أول عقود النفط الصينية يسمح بالمشاركة الدولية، بما يشمل التداول والتسوية ومراقبة المخاطر وحل النزاعات، في حين تم إدراج مجموعة من 15 عقدا اليوم. تعد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومن المتوقع أن يسمح إطلاق العقود المستقبلية للنفط المقومة باليوان بتطوير المعيار الصيني الخاص لتسعير النفط، كما يعزز احتمال توسيع استخدام عملتها. تأجل هذا الإطلاق عدة مرات، الأمر الذي رده المسؤولون إلى رغبتهم بالتأكد من سريان جميع القواعد الضرورية لضمان التشغيل السلس. النفط الخام هو سلعة عالمية كبيرة، وهو كذلك أحد منتجات الطاقة، لذا فإن الاستعدادات لعملية الإطلاق معقدة للغاية. وجرينا اختبارات محاكاة عديدة، فوجدنا خلال تلك الاختبارات أننا بحاجة إلى الإلمام بالنظام بأكمله، وبهذه الطريقة فقط يمكننا ضمان تشغيل السلس لعملية التداول.